برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس انطلقت فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الرابع، والذي تقيمه المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، وذلك في قاعة الدراما بالدارة. وجاءت هذه الدورة من المهرجان باسم الفنان الكبير الراحل رفيق صبيعي الذي كانت له مساهمة كبيرة في السينما السورية. لنحكي أكثر عن تفاصيل المهرجان معنا عبر الهاتف السيد نضال قشحة مدير المكتب الصحفي في المؤسسة العامة للسينما. يسعد صباحك سيد نضال. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك وبجميع الأخوة والأخوات اللي عم يشوفون. نعم، يعني أستاذ نضال، بتستمر فعاليات المهرجان، وأكيد نعرف أنه حضرتك هلا بيكون مشغول بالفعاليات، بس ناخد من وقتك نتعرف سوا على المهرجان الرابع لسينما الشباب والأفلام القصيرة. شو هو الجديد بهي الدورة؟ الحقيقة نحن حرصا من وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما على أنه تكون دائما مع سينما الشباب والمواهب الشابة في السينما السورية. فمثل ما تفضلتي، هذه هي الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة. طبعا هذه الدورة تحمل الجديد اللي شايلته هو وجود مخبر جديد من الأفلام متسابقين. عندنا ثلاث فعاليات أساسية: المسابقة الرسمية اللي تتضمن تنافس 30 فيلم أعد جميعا وأخرج يعني طلاب أو شباب وصبايا استفادوا من منح سينما الشباب، سينما الشباب مقصود. كمان عنا أفلام هذه المرة حوالي 30 فيلم من برا المسابقة على التوازي معها، والحقيقة هن يعرضوا في القاعة متعددة الاستعمالات في دار الأوبرا، إلى جانب المسابقة الأساسية التي تعرض في قاعة الدراما. كمان عندنا أفلام طويلة موجودة الحقيقة في صالة كندي دمشق، يعني منتخبات يعني من السينما العالمية، أفلام ذات رصيد جوائز إنجاز التعبير بشكل كبير. يعني عندنا الحقيقة الشيء الموازي كان المسابقة الرسمية هو تجارب سينمائية شابة على الصعيد العربي والعالمي، حبينا تكون موجودة مشان الشباب السوري يعرف نظرائه العرب والعالميين شو عم يعملوا بسينما الشباب. كمان تمام أستاذ نضال، جاءت هذه الدورة باسم الفنان الكبير الله يرحمه رفيق صبيعي، لأي حد مهم أنه نذكر دائما الأجيال الشابة بإبداعات الفنانين السوريين يلي تركوا إرث فني كبير بمجال السينما؟ لا شك بهذا الكلام. الأستاذ المرحوم رفيق صبيعي هو اسم فني كبير، اسم فني عملاق كان بالفن السوري والعربي عموما، و يعني هو يشرف اي دوره سينمائيه ان تكون باسمه. وكان لفته جميله من اداره المهرجان ان تسمي هذه الدوره باسم فنان الشعب الاستاذ رفيق صبيعي، لانه يعني اسم كبير جدا تجذر في وجدان الشعب السوري والعربي عموما. نعم، يعني أستاذ نضال، أكيد كان في حضور كبير بالمهرجان رغم الحرب اللي عم نعيشها على سوريا، عم نشوف الفن، عم نشوف السينما، كل هالفعاليات وتواجد لفنانين يمكن عرب أو من الخارج، قديه هذا الموضوع بهذا الوقت بشكل دعم للشباب السوري اللي عم بشق طريقه بهذا المجال؟ بالتأكيد مثل ما تفضلتي هو دعم الحقيقة، بمعنى أنه الموضوع ليس محليا فقط. يعني نحن بلشنا وكان الموضوع محلي، لكن هلأ بالتأكيد فينا نحكي بأنه الموضوع تجاوز المحلية وأصبح لدينا مشاركات عربية. شرفنا بالحضور مجموعة من الأسماء من مصر ومن لبنان، وكان في أسماء عربية أخرى لكن لم تتح الظروف المرة أنه يكونوا موجودين على موعد، أنه يكونوا موجودين في دورات أو في فعاليات قادمة. الدعم العربي، الدعم المحيطي، الدعم العالمي، الحياة كله مهم حتى هاد الشباب والصبايا يتأكدوا تماما انه هن متابعين من قبل الآخرين، مدعومين من قبل الآخرين فنيا لما فيه خير يعني السينما السورية والسينما الشاب السورية تحديدا. تمام أستاذ نضال، سؤال: على أي أساس تم اختيار اللجنة، وعلى شو بتعتمد بآلية التحكيم؟
لجنة التحكيم حضرتك بتقصدي؟ تمام. الحقيقة المعايير دائما تكون مهنية بهذا الموضوع، لأنه الأسماء كلها الموجودة بهذه اللجنة من الأسماء الفنية يلي إلى مشاركات مهمة على صعيد الفن السوري، كان ضروري أنه تكون متنوعة فيها من كذا تخصص، وهذا اللي كان كما يعني وضعها أصحاب القرار بهذا الإطار. واللجنة شافت أو عم هلأ تشوف أفلام يلي القسم ما أتيح له يشوفهم كلهم، ومنشوف النتائج بالنهاية إن شاء الله، يعني الله هيك يهديهم للقرار الصواب وإعطاء كل ذي حق من حقه مما يقال. نعم، يعني أستاذ نضال أكثر من 30 فيلم مشارك، وفي أكيد مثل ما قلت فئات مختلفة بين الأفلام المشاركة الأجنبية أو الأفلام للشباب الهواة أو حتى الأفلام العربية يلي عم تنعرض. سوية هاي الأفلام، كيف شفتوا ردود الأفعال المبدئية من الحضور؟ الحقيقة سوية الأفلام متفاوتة مثل أي مهرجان سينمائي. تماما، لا يمكن يكون مستوى واحد سواء كان مستوى عالي أو منخفض. بالتأكيد في تجارب سينمائية يحملها هذه الدورة كويسة، وفي نتائج أقل وفي نتائج ربما أقل من الأقل. الحقيقة هذا الموضوع حكم قيمة، وحكم قيمة متعلق بالشخص أنفسهم، ما يراه فلان كويس يمكن الثاني ما يشوفه كذلك وهكذا. كل الحالات نحن ك يعني المؤسسة العامة للسينما معنية بتقديم هذه الدورة وتقديم كل هذه الخيارات، وعلى لجنة التحكيم أولا ثم الجمهور ثانيا أنه يشوف هو خياراته ويشوف الأطر اللي هو بيناسبه يشوف هذه السينما فيها، وبالتالي أحكام القيمة يعني كل يستطيع أن يطلق ما يشاء بهذا النهاية. لكن نحن متأكدين أن المستويات متفاوتة، وهذا شيء طبيعي واعتيادي تماما في أي دورة مهرجانية وفي أي مهرجان. نتشكرك أستاذ نضال. طبعا نحن أخذناك اتصال اليوم من دمشق بسبب ضغط الشغل، كنا بنتمنى تكون معنا بالاستديو. صحيح. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير. أنا أشكركم جدا على هذه النافذة اللي طلعنا من خلالها على الجمهور لنحطه بالصورة أكثر. صفي بس ملاحظة كثير صغيرة لكل من يريد أن يتابع المهرجان بتفاصيله، إذا عنده أي سؤال أو أي استفسار يمكن بس يفوت على الإنترنت على مجلة آفاق سينمائية الإلكترونية، وهي مجلة للمؤسسة العامة للسينما. نعم. نحن ناشرين فيها كل التفاصيل عن المهرجان حتى البرنامج اليومي وإلى آخره، فبإمكانه يوفر مثلا مشوار ينزل يسأل أو كذا، ومن خلال الإنترنت يحصل على كامل المعلومات. نعم أكيد، بندعو كل اللي عم بيتابعونا ليعرفوا أي أخبار أنه يفتحوا على موقع مجلة أفاق السينمائية. شكرا لك أستاذ نضال قوشحة مدير مكتب الصحفي المؤسسة العامة للسينما، شكرا لك، وبنتمنى أكيد التوفيق لكل الفنانين والشباب المشاركين.